السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة سيكوريت أوف نت. فيديو اليوم من الخارج. طبعا اليوم سوف نتكلم عن جهاز مهم جدا ليخص التقنيين الذين يركبون أجهزة الأطباق الخاصة بالبارابول أو الساتلايت. هذا الجهاز ضروري لكل تقني في مجاله. طبعا الجهاز يسهل كثيرا عملية الضبط والبرمجة. هذا الجهاز هو هذا هو الجهاز، جهاز خاص بضبط الأقمار، يحتوي على العديد من المميزات إلى غير ذلك. سوف أترككم تلتقطوها وتعرفونها بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في فتح هذه العلبة الخاصة بالساتلينك الساتلات فاندر. والساتلات فاندر الذي لدينا اليوم هو هذا من شركة ساتلينك. طبعا جهاز يجب أن يتوفر عليه أي تقني في هذا المجال. إذا نضعه جنبا لنتعرف على محتويات العلبة. بالداخل أول شيء يصادفنا المانوال. هذا هو المانوال، في تعليمات طريقة تشغيل إلى ما ذلك من الخصائص. شيء آخر لدينا هنا محول أو شارجر. الشارجر كما تشاهدون هو هذا من فئة 12 فولت 1500 ميلي أمبير 1.5 أمبير. محتويات أخرى لدينا كيبل جاك 3.5 من هذه الناحية، ومن ناحية إرسية صورة وصوت أوديو فيديو. لدينا كذلك USB RS 232 كيبل خاص بالفلاش أو تحديث الجهاز، لأن الجهاز يمكنكم تحديثه باستمرار حسب الفيرجن المتوفرة. لدينا كذلك كيبل أو كار تشارجر. إخوة الذي لديهم سيارة، في سيارة العمل مثلا كنت ذاهب لضبط جهاز أو ضبط طبق، يمكنك شحن الجهاز وسط السيارة. فكرة ذكية من الشركة وفرت هذا الكيبل. والعلبة فارغة. إذا نعيد باقي المحتويات من العلبة ونأتي الآن بالجهاز. الجهاز يأتي داخل هذا الغشاء أو البيج، هذا الغشاء الذي يحافظ عليه، وكذلك لديه هذا الشريط ليتم تعليق الجهاز على هذا الشكل أثناء العمل، يساعد في تسهيل العملية. يمكننا فتحه وسوف نقوم بإخراج. نتعرف أولا على الغشاء. تشاهدون لديه طريقة هكذا لقفل الجهاز، وكذلك أثناء الشمس يعني أشعة الشمس يمكنكم وضعه على هذا الشكل. سوف نرى ذلك في الفيديو على هذا الشكل لكي يساعد في الرؤية. إذا هذا الغطاء، نقوم بإخراج الجهاز. نقوم بإخراج الجهاز ونتعرف على المحتويات. سوف نقسم الفيديو أو نسينا شيء آخر. يرسلون لك كذلك سكرين بروتكتور. من ستنزعون هذه اللاصقة وتقومون بوضع السكرين بروتكتور المرفق مع الجهاز. والبيك طبعا هي هذه من البوليستر أو بوليريتان أو غير هذا النوع الذي مصنوع منه، نوع ممتاز. نأتي إلى الجهاز لنتعرف على المحتويات الخاصة بهذا الجهاز أو الخصائص التقنية. جهاز ساتلايت فايندر ساتلينك هو عبارة عن جهاز استقبال مصغر بجميع المحتويات. جهاز استقبال مصغر، تشاهدون بأنه يحتوي على شاشة TFT،
سوف في الجزء الثاني سنقوم بتشغيل الجهاز ومعرفة طريقات استعماله. الآن سأريكم فقط الخصائص التقنية وكيف يأتي شكله. إذن شاشة TFT، هذا الحجم. لدينا هذه الليد باور، هذه الليد تقوم بالاشتغال في حالة اللي تفرق بين الأوريزونتال والفيرتيكال، 13 فولت 18 فولت. لدينا لوك في حالة وجود السينيال تقوم بهذه اللمبة بالاشتغال. كذلك لدينا لمبة بالنسبة للتشارج في حالة يكون وضعنا الجهاز في التشارج بحسب بالمحول. هذا من هذه الناحية. هناك أزرار، لدينا زر المينو لإف 1 إلى غاية لإف 4، زر الأوكي في الوسط، والكورسر يمين وشمال، وكذلك تحت وفوق. من هذه الناحية لدينا زر الإكسايت، زر الميوت، قطع الصوت، سكان في حالة البحث عن القنوات، ساتليت لتغيير الساتليت، تي في راديو من ناحية تغيير بين التلفزيون والراديو، المعلومات لمعرفة معلومات القناة، الانفو، بوز في حالة أردت توقيف الصورة، والأرقام، الكيبورد بالنسبة للأرقام، زر الباك وزر المينو كما في أي جهاز استقبال. يعني جميع الخصائص متواجدة بالأزرار هذه المرة، ليس هناك جهاز ريموت كنترول. نأتي من هذه الناحية، كما تشاهدون أن هناك زر الاو اي في اوت والاي في ان. شيء جميل في هذا الجهاز بانه يمكنك اخراج الصوره الى تلفزيون مثلا، يعني نعتبر هذا جهاز استقبال ونقوم باخراج الصوره عن طريق هذا الكيبل. هذا هو الذي نستعمل، يعني هذا الكيبل نستعمله على هذا الشكل هنا، هكذا نقوم باخراج الصوره للتلفزيون، نشاهد محتويات هذا الجهاز في التلفزيون. شيء اخر، ان عكست ذلك على الاي بي ان، الان اقوم بادخال الصوره، يمكنني استعماله مثلا، انا استعمله، لدي جهاز اخر ساريكم اياه، استعمله مثلا لضبط كاميرات المراقبه، ضبط كاميرات المراقبه يمكنني، يعني استعمل هذه الشاشه، هذه الشاشه تستعمل لضبط كاميرات المراقبه. لدي يعني جهازين في جهاز واحد، شيء ممتاز فعلا. انتهينا من هذه الجهه في الأسفل. في الأسفل لدينا مدخل التيار أو مدخل المحول الكهربائي لشحن الجهاز، ولدينا الـ USB. هنا نستعمل هذا الكابل الـ USB، نستعمل هذا الكابل، هذا لعملية تحديث الجهاز، تحديث الجهاز عن طريق هذا الكابل، هو مرفق مع العلبة. من هذه الناحية فهي فارغة. من الخلف لدينا مكبر صوت ومعلومات للجهاز، معلومات الجهاز تشاهدونها كما هي، باور انبوت 12 فولت 1.5 امبير. الجميل في الموضوع هو بانه ياتي ببطاريه ليون باتري 3000 ميلي امبير، يعني ستاخذ وقت طويل. ممتاز هذه البطاريه 3000 ميلي امبير، بطاريه كافيه. والانبوت فريكونسي طبعا 950 الى 2150 ميجا هرتز، والليفل طبعا بين 65 الى 25 ديسيبل. هذه معلومات تقنيه خاصه بالجهاز. ناتي لاهم شيء من الفوق، لدينا زر الباور اون اوف، والاهم بالموضوع هو مدخل ال LNB الذي نقوم بتوصيل الكيبل. في هذه الناحية يعني شاهدنا الشكل وبعض الخصائص. إذن سوف نلتقي في الجزء الثاني لنتعرف على طريقة التشغيل وكيف نقوم بضبط القمر على هذا الجهاز الرائع. تابعوا معي بعد هذا الفاصل. إذا الإخوان نأتي الآن إلى التجربة الحية لتجربة هذا الجهاز ساتلينك ساتلايت فاندر. إذا أول شيء نحتاجه هو صناعة كيبل على هذا الشكل، متر ونصف تقريبا، وكونكتور من جهة ومن جهة أخرى كونكتور كذلك. إذا هذا الكابل سوف تحتاجونه دائما عند ذهاب عند زبون، تقومون بشبكه على هذا الشكل هنا هكذا،
من هذه الجهة، إلى الجهة الأخرى تقومون بوضعه في الطبق، وعملية قياس سوف نشاهدها مع بعض بعد قليل. إذن قموا بنزع هذا. تحتاجون طبعا لهذا النوع من الكونكتورس، النوع الممتاز، يحتوي على مانع للتسرب بلاستيكي تشاهدونه. زوم هو هذا كما تشاهدون، هذا هو النوع. فوكوس. اوكي. اذا اول شيء انا قمت بنزع الجهاز من الغشاء، ولا ينصح بذلك طبعا فقط لكي نحن نعمل يعني فيديو لكي تكون الصورة اوضح. دائما استعملوا معه الغشاء الذي اتى به من الشركة ليحافظ عليه. اذا نقوم بشعل الجهاز من هذه الجهة على هذا الشكل. شاهدون الجهاز يعمل لودينج، وتظهر لوجو شركة ساتلينج. نزوم فوكوس على القناة نو سينيال. اذا نقوم بشبكه اذا بهذا الكابل. العملية كما لو كنا فوق السطح منزل، نقوم بربطه مع طبق. شاهدون طبق. الآن ليست هناك إشارة، لكي لمعرفة يعني الإشارة هناك لا، نضغط على هذا الزر F3. الجهاز سوف يصدر هذا الصوت هنا في الاستهداف البحث أثناء البحث عن القنوات، عن السينيال. الآن إنفو. حلو إنفو. هذا تردد القناة هي المغربية على النايل سات. تشاهدون الجهاز يصدر هذا. نفترض بأنك تقوم بتدوير الطبق وضبطه. في حالة يعني سوف تأتي الإشارة، سأريكم إذا أتت الإشارة ماذا. لدي طبعا كيبل، هذا الكيبل مضبوط فيه قمر النايل سات، سأقوم بوضعه على هذا الشكل. في دون قضاء أزيد من 10 سنوات في الحرم سواء قبل السجن أو خلاله، وهم اليوم بتجربة سليمة مؤهلون لخوض غمار التكوين من خلال تطوير مهاراتهم كمكونين في هذه الدورة. شاهدون بأن الصوت تغير بنبرة سريعة. ده شعلت لمبة لوك بأن السينيال موجود، وكذلك لإيقافه، عفوا F4 هو لعملية تغيير بين ال LCD هذه والتلفزيون. نضغط مرة أخرى عليها ليعود. F3 هو الذي يقوم بإيقاف هذا الصوت. F3 يقوم بإيقاف. يعني إن نزعت السينما مثلا ذهبت الإشارة، ذهبت الإشارة. نلاحظ مثلا ما قمت بنزعي تغير الصوت. تلاحظون؟ قم بإرجاعي تغيرت الصوت بطريقة سريعة، يعني يقوم بالتشغيل. الآن نقوم بإيقافه بالF3. زيادة الصوت، مجموعة من القنوات طبعا. أوكي. ويمكن التغيير بين القنوات كما العادة، كما أي جهاز استقبال. تدور الكاميرا إلى هذه الناحية. شاهدوا، لاحظوا كما أي جهاز استقبال. الآن أنا في قمر النايلسات، أنا في قمر النايلسات. شيء آخر، تقومون بالضغط على هذا الزر ساتلايت. ساتلايت. شاهدون الفوق بأنني يمكنني تغيير الآن الأقمار. الساتيلايت، إيربيرد، نايلسات. حاليا لدي نايلسات وإيربيرد. أردت إضافة قمر آخر يمكنني إضافته عن طريق المينو. إكسايت. نضغط على المينو. مينو. شاهدون. مينو كما أي جهاز استقبال عادي. هذا ساتيلايت. سوف نقوم بتجربة إضافة تردد جديد. لنفترض
قم بنا بهذا الكلام. نفترض أنني أريد البحث عن تردد. ضغط على مينو. ضغط على مينو. نذهب إلى مثلا عفوان نتورك سيرش أوتو سكان مثلا نتورك سيرش أوكي. نقوم بالبحث على التردد مثلا هذا التردد. سأقوم بكتابة التردد مثلا 11700 تذكر 8 5 السيمبلرات 27000 عفوا. نضغط على اوكي. سام اي بي فاوند. هذا تردد قناة كويست عربية. اردت ان هذا تردد كويست عربية. تلاحظ بانه ظهر لدي هنا. سوف اختار مشاهدون فري تنم فري. اضغط على اوكي. طبعا ليست هناك اشارة ولن يجد شيء، لكن ساضع الكيبل. ساضع الكيبل. شاهدوا انا ظهرت عند الاشارة والقنوات. عفوا نقوم بتقريب الكاميرا. نقوم بعمل بحث على الساتلايت بالكامل، لذلك سنوقف هذه العملية. بايك وكما تتعاملون مع أي جهاز استقبال، فعلا هذا الجهاز رائع يسهل الأمور. أوكي. لدينا مشاكل مع الفوكس اليوم. الفصلة ومن اللحظات الحاسمة في هذا أي جهاز استقبال في المسابقة في الدوري. وهذا الكورة أوكي وكله طبعا في البحث عن هذه القنوات دي ام سي. هذه قنوات دي ام سي. يمشي دراما. هل تضعون الرابط؟ تضعون تردد ويمكنكم مشاهدة أي قناة تريدون. أما المفضلة مثل قناة الجزيرة. هذه مجموعة من القنوات طبعا دائما. قنوات ام بي سي، القنوات المغربية. التردد في القنوات المغربية الإخوة المغاربة. التردد في القنوات المغربية دوزان. هذه الباقة طبعا ضعيفة في السينيال. يمكنكم ضبط القمر. هذه قريبة لقمر دبل في 5 أتلانتيك بيرد. تضغطون مثلا على انفو. انفو تشاهدون قوة الإشارة. تلاحظون بأنني لدي إشارة ضعيفة لأن أستعمل طبق آخر غير هذا الذي لدي دائما. تشاهدون السينيال ضعيف. شوف عدة الإشارة. نوقفها بإف 3 دائما. انفو لو أردت عمل إكسايت. أردت إيقاف الصورة بوز. عملت إيقاف للصورة. نعيدها. باك يقوم ب فيك مالك معدل خدمتك ديك الثانية نسيت. تغيير بين محطتين أخيرتين. اثنين انفو تي في ساتلايت. طبعا هذا يقطع. نقوم بقطع الصوت. ميوت. لأن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الجهاز سهل الاستعمال. فعلا يساعد كثيرا. تخيلوا إخواني سابقا يعني في الأيام الأولى سنوات 97 95 كنا نجد مشاكل في عند ضبط الأطباق. كنا نقوم ب يعني إطلاع تلفزيون لازم تكون كهرباء. هناك عدة أمور كانت تصعب العملية للضبط. من الآن فهي تساعد. لدي كذلك سأريكم هذه الفرصة. انظروني لدي جهاز آخر اشتريته من مدة. جهاز ممتاز من هذه النوعية هو هذا. هذا هو الجهاز تريماكس.
سنوات لدي مع هذا الجهاز ذو نوعية ممتازة جدا. لاحظوا يعني الحال التي وصل إليها ولا تزال يعمل بصفة يعني رائعة، صفة رائعة جدا. الجهاز 3 ماكس ماركة معروفة جدا بروفيشنال، سنوات من العمل بهذا الجهاز. يمكنك ضبط القمر وضبط الطبق في ثواني، في 5 دقائق خلاص لديك الإشارة، لديك كل شيء. إذن هذا الجهاز الآخر 3 ماكس، طبعا سنوات من العمل بهذا الجهاز ولازال يعمل الحمد لله. كذلك لديه شاهد الحال التي وصل إليها من كثر الشغل. قمنا بإطفائه، نضعه للجنب. وبالنسبة لجهازنا اليوم الجديد هو سات لينك كما تشاهدون، هذا هو. إذن العملية سهلة، دائما F3 لضبط بالصوت فقط. يعني الآن نفترض أنك لديك إشارة، تقوم بتدوير الصحن وعند تلقي الإشارة ترتفع وتظهر الصورة. إذن الإخوان هذا طبعا قمنا بتجربة بسيطة لهذا الجهاز، لن نطيل في هذا الفيديو، كان فقط هذا تقديم للإخوة الذين يريدون أو يسألون عن هذه الأجهزة أو طريقة استعمالها أو لديهم مشاكل مع ما لديه الجهاز ولم يعني يعرف طريقة التشغيل. ما عليه سوى أن يكلمني عبر الهاتف، عبر الواتساب، أو يتصل في إحدى صفحاتنا أو هنا في القناة. بالنسبة للجهاز فهو رائع وأنصح به جميع التقنيين الذين يشتغلون في هذا المجال. لا يسعني إلا أن أودعكم وأدعوكم للاشتراك بقوة في القناة، ولا تنسوا زر السبسكرايب وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بهذا المجال. إذن تحياتي لكم، أخكم محمد من المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.